وصلوا وين وصلوا بعدي بالبيجاما؟ وين شفتهم؟ اجى التاكسي، لحظة خليني البس. شو كيف كانت؟ انا كثير محمسة اصور لكم فلوج اليوم. اول شيء سوري بعدني فايقة بس مضطرة ابلش الفلوج، حقلكم ليه. خليكم معي بهيدا الفيديو. بس قبل ما تكمل هذا الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك شير وسبسكرايب وترنوا على الجرس لتعرفوا كل ما نزل فيديو جديد. جايز انا وابراهيم وصلنا امبارح على اليونان امبارح بالليل. هيني هلا بعدني فايقه ليترلي انه بعدني فايقه من النوم. امي وخيي وصلوا هلا على اليونان، حشوفهم صار لي 3 اشهر ما شايفتهم فكتير محمسه. كان مفروض ابراهيم يروح يجيبهم على المطار يجيبهم من المطار لانه السياره صغيره سو ما بنسع اربعتنا مع شنط، بس ما فقنا. يعني عم حط الارم دقولي قال وصلوا، قلت لهم تعوا تاكسي. كل شوي فايقوا لبابا، مع انه بابي فيق بكير بس قد ما مكسور علينا تعب وهلكنا وما عم ننام كتير اخر فتره. سو مشان هيك يعني اعطيناهم ادرس حيجوا تاكسي. فكتير محمسه كتير محمسه وماني مستوعبه لهلا انه حشوفهم. تنشوف شو حنعمل اليوم. ونحن يعني امبارح بالليل وصلنا طقس حلو صراحة، انه الطقس مش برد مثل ايطاليا، يعني بالبيت ابرد من برا لانه البيت يعني ما كان مدفى. سو عم نجلد بالبيت، برا ما هالقد برد. الطقس لا رواق، الطقس جوا على فكرة ما في برد برا. ليه هيك جوا؟ يعني اريح الواحد يقعد برا من جوا. وصلوا وين وصلوا بعدي بالبيجاما؟ وين شفتهم؟ اجى التاكسي، لحظة خليني البس. الحمد لله على السلامة. شو كيف كانت؟ بعدنا طالعين هدراج وتعبانين. ما كنت نفسي بيجاما وفايقين ونعسانين وباب مصابين. قال لي وصلوا وصلوا وصلوا، قلت له وصلوا وصلوا. شو يا بوبي؟ شو يا بوبي؟ مين يا بوبي؟ ان شاء الله كانت هينه السفره. عم تسألوا كيف حياة الجوزية؟ نعم. قلو ما تجوز يتجوز هلا يستعجل هلا بدنا نجوزك انت تور جايد. يعني حتعملنا تويت جايز. باب كان هون بأول السنة قبل ما يعمل البروبوزل، كان هون باليونان عنده شغل فبيعرف بالمنطقة. اجت مامي وصلت دغري بعد ما قعدت ساعد بلاش تضف شنطها. اجا ابراهيم طلع عم قول من وين جايبه هالشغله نادره دغري. انا ما في اترك شعري، لازم اخلص كل شيء عندي اعمله دغري. طب والله عادي معي بس شوي ننبسط. ليكو شو جيبت لي نسكافيه يا جماعه؟ بتعرفوا بالفلوجات انا شو بس بشرب 3 in 1. ليكو كم وحده جايبت لي؟ جايبت لي كمان 7 بهارات يا حياتي، وهاند كريم صراحه لانه كثير بقشفوا ايدي وبحب هيدا الكريم. وجايبين لي تيابي لانه بتعرفوا انا ما كنا على اساس طول هالقد وما انزل على بيروت، سو جابوا لي تيابي. سو قلنا اتس ا جود اوبورتونيتي، جابوا لي تيابي الشتويه. هاي جدو. بونجور حبيبي. ما شايفتك. هاي جدو انت مطفى الضو؟ ما عندي، لا انا بالفرش بعد افتقد. بعدك بعدني انا مش شايفتك، شايفه عويناتك. قولي بارك، احكي على بالك، عم تفهم شو عم تحكي. ما عجبته قصته لبوم. قربي علي قربي علي. تعال احكي معه. الو. لبن عاطلي ماشي هلا ماشي هلا. حلوة القصة جدو. حبيبي والله مشتاق لك. حبيب قلبي. هلا
حطيت ميك اب انا ومام وجهزنا. ابراهيم ما بدك تغير ثيابك؟ جمالك شو هالجمال هذا؟ ثانك يو. ايه هلا صرت هلا بنحكى يعني فيكم تحكوا معي لانه قبل كنت نايمه ماشي استقبلكم نص نايمه. وير ار وي جوينغ؟ على السيتي سنتر. City center. City center? Oh my god. Oh my god. We're going to the city center, guys. ليك شو صغيرة. شفتوا تختة لمام شو صغير بتساح فيه بسهولة. ليكو. هيدا تختة لمام. ليكو شو صغيرة حتنام هوني. امبارح نحن وبالمطار استلمنا سيارة منا منيحة ابدا وهنجا بتقلع وكان معنا الشنط وهيك بتعرفوا على التقل ما كنت بتساح فرجيني انتي اكيد بتساح ما بتعرفي بعاني مش مستوعبة ايه وانا انا اسمع المسح كيف بتقلع يا ربي شفت البس عم عايشكم اكسبيرينس اليونان كلها اوكي لانه امبارح بالليل وصلنا ما معقول اليونان شو بتشبه لبنان يعني ما كانكم باوروبا حتى البنايات وهيك يعني بتقولوا انتم بس هلا بسن الفيل او ما بعرف يعني كثير لا 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 حتى الطريق الاساسي كانكم باوتوسات جلد الديب ايه واخيرا كانك على الرملة ايه عن جد كانك على الرملة نفس الشيء جايز صار لي 3 اشهر مش شايف البحر بمودنا ما في بحر صرنا ساعة عم نبرم بقنا عم شرم نلاقي صفي ما في ولا سبيس نحط سيارتنا فيه وقع الماس تبعي على الارض شو بدي اعمل كلها مي عم بتشتي وصفيناها فاليه بس نسيت وقع الماسك ليكو المحل ايه عندك اكسترا يا قلبي ليكو ليكو مام بتحسب حساب كل شيء انتي شو بيقولك شو حلو حلو الفايبس بوراتا على اساس انا ما مش عم باكل بوراتا كل يوم انه تحمست كل يوم باستا ايه كله خبز كله انت تعبان ها؟ Do you want to spend an entire day as Nadia? وليك هاي بونجورين عليكم بونجور بونجور هينا هلا وصلنا على المطعم اوكي تفضل جدو هيدي مشروم مع بارميزان هيدي كارباتشو صحتين يلا يا جماعة نشبه بعض ولا لا؟ اكتبوا لنا بالكومنت إذا في شبه تحسب في هلا خيي جاب صباط لأنه اسم الله نمرة اجره 47 ما بيلاقي بلبنان قياسه لحظة خلينا نفرجيهم الديفرنت ليكو اوه اوه ماي جاد Are you ready? Yes واو بصفصل وهلا راجعين على البيت نرتاح شوي ونرجع حنتعشى وهيك صراحة ما تقلنا على الغدا جبنا هيك appetizers وأنا جعت already على فكرة عدل؟ يا جماعة فكرة مام في وقاعدة بالمطعم شوف حشرة عم تمشي عليها صار صورة عصير قلت لها مام أنا عادة دغري بعيط حديت إنه كمشت حالي قلت لها مام في حشرة على كتفك خيي دغري ولا على شعري لا على كتفك هون هون هي خيي بالكلينة كمشة شيلة امي نطت بفهمها صراحة بفهمها انا كنت ما بعرف عملت يا جماعة ما لحقت احكيكم لانه رجعت على البيت وفتحت لايف التاكسي وصل وانا كنت بعدني لايف فكنت مكركبة وظبطت ماي ميك اب باللايف ما بعرف مين منكم كان معي فهلا طلبنا تاكسي لان ما لنا جديدة هيديك السيارة وين رايحين؟ لوناكي ايه على الداون تاون ايه تبع شو اسم المطعم؟ لا ما بتذكر بس محل كثير اوكي رايحين على المطعم حلو كثير وانا صراحه شعت
معقول قد بيشبهوا شوارع لبنان، مش عم صدق. هيدا رفيقنا جورج. هلو كومون سافا؟ هاي سافا جورج. يا هلا يا هلا. تعا تعا تعا. ليك قد ايه لازم اعلق؟ هلأ وصلنا عالبيت ميتين تعب، بصراحة المحل بيعقد وأكله واو، والجو بيسطر كثير مثل أجواء لبنان. يعني بإيطاليا ما كان في هالستايل والأكل كثير طيب. وهلأ بدنا ننام. لكم good night وI'll see you tomorrow. Good night. أنت نمتي. Good morning my friends. خيي هون، مامي هون. اليوم نحنا day 2. صراحة فقنا مأخر، فقنا 12:30 كلنا من عدا أمي في الساعة 7:30. واليوم جاي my best friend فرح. شايفين أنا وتكونوا شايفينها ب my vlog. فرح مبارح قلنا ليه ما بتجي، لأنه بدي حدا نسافر معه وعندها الشنغن الفيزا. قلنا لها لك تعي. أنا ما كنت خاطرة ببالي الفكرة لأنه كنت معجوقة كتير آخر فترة، فحجزت واليوم توصل الساعة 6 ان شاء الله، يعني صوب 7 بتكون هون بالبيت ننطرها هون. كلنا جهزنا حالنا، بس عندي حط الحمرة شو لابسة. واخيرا هولي كانوا بلبنان وبوتس. صار لي 3 اشهر بلبس الالكساندر ماكوين الابيض، صباط الابيض، لانه كل صبابيتي كانوا صيفية وعايزة كان صباط شتوي، عايزة بوتس. وين؟ خلص قادرة ما امشي. قررت سوربريز. يا ليكو الدرج بخوف. اي الطقس حلو اليوم، لحظة حلو الطقس. هاي امبارح كان كل وقت شتا. سوري انا جيت من هون، سوري جايز. مام امبارح بالعشاء كنا كلنا مهريين، بس مام بتعرفوا اي ساعة بتنام؟ الساعة 8 بالليل. اوكي، فامبارح يعني كان الساعة 1 عم تفتح عيونها هيك قاعدة بالعشا هيك. هيك والله هيك عم جرب تفتح عيونها مش ما تخفى. مام يعني مام طافة اي ساعة؟ بتفيق 4 الصبح ببلش نهارها، انا بنام 4 الصبح. يعني بقول لك جود نايت مام، هي بتقول لك جود مورنينج، بقول لها انجوي يور داي. صفينا منيح، لقينا صف اليوم. اطيب ما قهوه هلا، بس بيسكروا نهار الاحد. خي ما بدكم تشتغلوا؟ ناكل طول ما موقف حد ابراهيم. بعدنا عم نمشي على المطعم، بس كثير حلو عم نكسر بالطرقات نمشي، والطقس حلو. امبارح ما قدرنا نمشي، كل وقت عم بتشتي. هلا حقنا نقطع. لا انتبهي. قالوا لنا ما في مع
المحل للساعة 5. قلت له بليز مشينا كرمال هالمطعم وما هيك احنا قررنا هلا لانه حلو المطعم. قال له خليني شوف شو في اعمل. قعدنا على طاولة كثير حلوة. انا I know how to communicate. ما في رجعوني على مطعم ثاني. جيت لهون خلص بدي اكل. قبل قلنا انه كثير طيبة الفتة عنه. طلبنا شريمب تمبورا مع واسابي مايو. انا غرام قلبي الواسابي كل شيء حرق والمايونيز نقطة ضعفي. ف let's try هاي الفتة تشيز مع عسل. ترافل ناديا بتشغل بوب بيصور. ايوه برافو بوب behind the scenes. هلا فلينا من مطعم ليكو. الفايب شو حلوين. شو العمل؟ باب بعده مصير يحكي ايطالي. حنكسر شوي نستفيد من الطقس لانه امبارح ما قدرنا نمشي. بينا قاعدين بالقهاوي لانه كانت كبسه وشتا شتا شتا. بلا حنبرم هيك شوي نكسر ونرجع على البيت تكون وصلت فرح نقعد معا ان شاء الله نرجع بنظهر بالليل. لا هلا بيعمل دايركت بعد شوي. هلا بدك تبكي عليهم؟ طب هو نقى يعمل عشان ما حدا نجابره. هو بحب هو ما بحب الضحك. انا شو بضحك؟ انا ما بفهمك والله ما بفهم كيف فيك تقعد ساعات هيك بلا ما تبتسم. بدو ينا ننطر بعد 9 دقايق مش هيدا يصير هونيك وهيدا يصير هونيك. خلاص يمشوا بيرجعوا بيوقفوا بيجمدوا. بنضلنا ناطرينه. بس عن جد يعني قد ايه بدها برود الدم 7 تايمز وبيشنس. بس بقدر انا اوقف هيك كل النهار ما في شيء بيهزني. انت انت انا انت دغري بدي اخلقك ضلك هيك. جرب. هلا طلعنا بالسياره كسرنا شوي وتسلينا صراحه والحمد لله منا تعبانين مثل امبارح. حنروح على البيت نرخيها شوي وننطر فرح لتوصل وبنرجع بالليل بنظهر. وانا اكيد حافتح لايف سلم عليكم نتسلى شوي. هن بدهم يعملوا ناب ويرتاحوا شوي وخي بده يحضر فوتبول جيم نرجع بنظهر. هاي جايز هلا سكرت اللايف ليترلي هلا وفرح وصلت انه ناطينا ابراهيم خي وباب على البلكون لانه ماما 3G تنتاكد انه ما تضيع وهيك. فهلا حنشوف هذا فرح. وينها كيكي؟ كيكي 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 كيكي
تعي تعي تعي.